because we need a little bit of an advantage. I hope that give us an advantage because there's nothing that will give you more advantage than the mental side. So hopefully our last matches with them will give us an edge. Hopefully, you never know, but sometimes it can motivate them more because they lost the last match. So they will come stronger. I don't know. اتمنى تكون نقطة قوة أو تدينا أفضلية زي ما حضرتك قلت إن احنا كسبناهم الماتشات اللي فاتت، ممكن وختم كلامه بيقول لك ممكن تبقى نقطة عكسية، ممكن هم يستعدوا عشان يكسبوا موضوع العقدة ده، بس هو بيقول طبعًا احنا محتاجين ما فيها حاجة تدينا يعني دوافع أو امتياز وحاجة زي كده ممكن فعلًا تبقى تدينا أفضلية نفسية حتى إن احنا بنكسبوا بعض. If they don't score, it's good for us. It's good for our record. But what's important is to get the three points. سؤال حياتك، الاهلي قابل صن داونز 5 مرات هنا عمره ما سجلوا حاجه زي كده، كويسه بيقول لك طبعا لو ما سجلوش يعني كويس حاجه زي كده هنحافظ على الرقم القياسي، بس الاهم ان احنا نكسب الثلاث نقط، اهم ان هم يسجلوا او ما سجلوش. Because if I'm listening to her, even if 0-0 we can say they didn't score against us and we didn't win the match. لان فكره انه ما يسجلوش ممكن يتعادل 0-0 وبنخش الثلاث نقاط ناخد نقطه واحده ونقول هم ما سجلوش. So we're chasing the points more than the record. احنا بنستهدف النقاط الثلاثه اهم من الرقم القياسي ان هم ما يسجلوش فينا، هم نكسب الماتش ونحقق ثلاث نقاط. Yeah, but it's not only Luis had a good game last time. Afsha had a good game also. مش بس لويس لعب ماتش كويس، هيك بتقول لويس لعب كويس الماتش اللي فات، الافضليه يلعب يبدا قال لك موضوع شو لوحده، قفشه لعب كويس وحسين لعب كويس الماتش اللي فات، وحسين لعب كويس، رابيا بلايد ويل، ورامي ربيع لعب كويس برضه الماتش اللي فات، كريم بلايد فيري ويل لاست ماتش، وكريم لعب كويس جدا الماتش اللي فات على مقصر، وحيد بلايد فيري ويل، وحيد لعب كويس جدا. So وحيد. So it's they put me in a difficult position. حطوه في موقف صعب. Because وحيد played very well. With all the overlaps. وحيد لعب كويس جدا وعمل overlaps كتير. And I still have Malul who had a calf injury. وعنده معلول برضه كان عنده اصابه بالكف. Rabia played very well. وعمل ربيع لعب كويس جدا برضه. But I still had Abdul Manem also who played very well. بس برضه لعب كويس جدا in Qatar and in Abu Dhabi and أبو ظبي في كأس العالم. Also in the national team. حتى مع المنتخب عبد المنعم لعب كويس. مش معنى رامي لعب. And Ali Malul, Ali Lotfi, he got us a bronze medal. وعلي لطفي حارس المرمى جاب لنا بديع برونز في كأس العالم. And Shenawy is a good goalkeeper. Shenawy حارس كويس. So you see that you should feel sorry for me. شايف حاجة زي كده تأسف عليه، موقف هو موقف صعب اللي يختار يلعب منه ما يلعبش منه. There's always going to be four teams in pot A, four teams in pot B before the draw. لو أبطال أفريقيا دايما في تصنيف أربع فرق، تصنيف أول تاني تالت رابع في الفرق. Always find Zamalek. قبل القرعة. You'll find Ali. You'll find Wydad. تلاقي زمالك واهلي وجاي those teams and تراجي وترجي. You go to pot B, you'll find Sundowns. خش المستوى الثاني you'll find all others, all the other teams. على المستوى الثاني. Leaving next year, you're gonna see this. حتى السنه الجايه هتلاقي برضه نفس التصنيف. So you can't avoid, it's a draw. بس ممكن تتجنب دي قرعه. So it depends, we're still gonna play them again. ممكن نلعبهم تاني. You can't tell me after the group stages. بعد دوري المجموعات ممكن تعملهم تاني في البطوله تاني. There is going to be a Wydad, there's going to be a Zamalek, there's going to be a Taraji. You can't avoid. It's Champions League. ممكن اي حاجه لان بطوله افريقيا كل شيء وارد. Those 6-7 teams they will always play. سبع فرق على طول بيلعبوا مع بعض، الفرق الكبيره بتاعت افريقيا بيقابلوا بعض دايما. طبعا احنا يعني احنا عارفين اهميه المباراه، دي بالنسبه لنا مباراه فاصله، بالنسبه لنا دي ثاني مباراه في المجموعه. بالنسبة لنا لازم يكون 3 بونت بالنسبة لنا مهمين جدا في مشوارنا. اللعبة كلها مركزة وعارفة أهمية المباراة. طبعا احنا عارفين فريق صن داونز كويس جدا ومحضرين له كويس جدا، وهما برضو نفس النظام عارفيننا كويس ومحضرين لنا كويس، وإن شاء الله ربنا يكرم واللعبة كلها مركزة وإن شاء الله نطلع 3 بونت إن شاء الله. أكيد طبعا احنا اللعبة الكبار اللي موجودة في الفرقة، أكيد احنا بنتكلم مع الفرق مع اللعبة اللي موجودة، بنوصلهم الرسالة بتاعتنا لأن احنا بنلعب فريق كبير ومنلعبش فريق صغير. على طول فاكرين طبعا المباراه بتاعت صن داونز هناك، طبعا احنا على طول بنكون مركزين، اي فرقه بنلعبها بندي احترامها، كبيره صغيره بندي احترامها، هو ده الميزه عندنا. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اللعيبه الكبيره بتركز مع اللعيبه الصغيره، بتقول لهم اي فرقه بنلعبها لازم نديها احترام يعني كبير جدا. طبعا صن داونز فرقه كبيره واحنا بنعمل لهم احترام وان شاء الله ربنا يكرمنا، واهم حاجه بالنسبه لنا 3 بونت بس اهم حاجه. طبعا كان الفترة اللي فاتت اللعيبة اللي كانت موجودة في المنتخب كان في يعني في ماتشات كتير الفترة اللي فاتت وفي سفر كتير الفترة اللي فاتت، بس احنا يعني مع الجهاز الفني اللي موجود بيدي للعيبة راحة كويس جدا، حتى كمان بعد الماتش السودان لما رجعوا خدوا اجازة احنا الجهاز الفني مع الجهاز الطبي بيراعوا الموقف ده كويس جدا، واللعيبة اللي كانت مجهدة اكتر هي اخذت راحة، هم بيدرسوا الموضوع ده واكيد في اجهاد، بس احنا طبعا اي ماتش احنا
مضغوطين الفترة دي بين الجدول الدوري وبين افريقيا. دي مش مشكلة عندنا. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا نركز بس مع الفرقة، واهم حاجة نركز في المباراة الجاية، واهم حاجة نعدي الدور ده ان شاء الله ونركز في الماتش الجاي. اكيد طبعا انت لو تشوف البطولة بتاعت كأس العالم الاندية، تمام، اي بطولة بيبقى فيها الجمهور بتاعنا هو بيدينا دافع جامد جدا، حتى هنا في مصر طبعا بيدينا دافع جامد جدا. احنا بالنسبة لنا يكون جمهور موجود على طول دايما في المدرجات، احنا بنبقى سعداء احنا موجودين في الملعب، بيدينا روح بيدينا طاقة جوه الملعب. احنا على طول بالنسبة لنا الجمهور بالنسبة لنا بيدينا قوة في الملعب يعني.